الماء والهواء والحدائق الغناء، تلك هي تركيا أو ما يسمى بلاد السلاطين. فطبيعتها الخلابة تحكي لنا عن مدن ذهبت منذ زمن بعيد، لكنها حاضرة بين أهلها وزائريها لتحكي لهم عن عالم لا يموت بل يتطور يوما بعد يوم. لا يمكن أن تعتبر نفسك قد زرت إسطنبول إذا لم تقم بجولة في أورتاكوي المتوسطة لضفة البسفور الأوروبية، والتي تعتبر منذ تأسيسها إحدى أماكن الاستيطان العريقة، إذ استضافت شعوب الأتراك واليونانيين والأرن، وجمعت على أرضها أبناء الديانات السماوية الثلاث من المسلمين والمسيحيين واليهود، إضافة لضفافها ومساجدها الذي يعكس جمالاً خلاباً يمثل مزيجاً للماضي والحاضر. يقع حي أورتاكوي في مقاطعة بكتاش التابعة لمدينة إسطنبول، والمطلة بجمالها على مضيق البسفور الأوروبي، حيث كان هذا الحي منتجعاً لسلاطين بني عثمان. وكلمة أورتاكوي تعني باللغة التركية القرية الصغيرة. يحتوي الحي على العديد من المعالم التاريخية التي اشتهر بها منذ قديم الأزل، أهمها قصر تشران الذي بني في عهد سلطان عبد العزيز. أورتاكوي يشتهر أيضاً بوجود أكبر المراكز التجارية التي تمثل روح العصر، وتعد متعة حقيقية لمحبي التسوق، خاصة السوق الشعبي الذي يتضمن عدداً من البازارات ليكون مقصداً مهماً لشراء التحف والهدايا التذكارية قبل العودة لأرض الوطن. لازلنا مشاهدين الكرام في المنطقة نفسها، وبمرورنا بجانب البسفور نجد منطقة بيبك الراقية التي تحتوي حديقة أميرغان ذات المساحة الشاسعة، وهي بالقرب من مول إستينا بارك وتطل على مضيق البسفور مباشرة، ومنها يمكن رؤية الجسر المعلق، جسر البطل محمد الفاتح الذي يربط قارتي آسيا وأوروبا، وفيها العديد من المسطحات والهضبات الخضراء وأماكن لجلوس العوائل. تعتبر تركيا الممر ومحطة الثقافة والتجارة والطاقة المهمة التي تربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب بعضها ببعض، في الوقت ذاته تحتل موقعاً وسط القارة الإفريقية والآسيوية والأوروبية، يؤهلها لتكون مكاناً هاماً للسياحة بجميع مجالاتها، وأنها كانت ولازالت تذكر المواطن والزائر بعراقة وثقافة يجب أن تعود في يوم من الأيام على أرض صنعت الحضارة.